عليكم. كيف الحال يا جماعة الخير؟ إن شاء الله الجميع بخير. أخوكم محمد أبو حمزة جابر عثرات الكرام. تاريخ النشرة اليوم الخميس 22/12/2022. الدعم الشتوي للسوريين المتواجدين على الأراضي التركية برعاية المنظمة الدولية للهجرة. أخوكم محمد أبو حمزة جابر عثرات الكرام. شاركوا هذا الفيديو لكل شخص متواجد على الأراضي التركية. شو ما أحد يقول ما خبرتونا أو ما شابه ذلك. كالعادة أنا محتفظ بالشرح صندوق الملاحظات بتليفوني. كيف طريقة التسجيل على هذا الدعم؟ ممكن يكون 1100 1200 1500، الله أعلم. هاي السنوات الماضية كان 1100 ليرة، في ناس سجلت واستفادت. طبعا الخط الساخن للمنظمة الدولية للهجرة هو هذا يا جماعة الخير. إذا اتصلنا عليه شوف شو راح يكون الرد. راح يقولنا أنه بدكم تتواصلوا مع الرقم تبع التسجيل. هذا الرقم راح يقولكم ما في مساعدة، ما عليش كمل، أنا راح أمشي معاكم خطوة بخطوة. يلا Uluslararası göç örgütünü aradığınız için teşekkür ederim. Projelerimiz hakkında herhangi bir şikayetiniz, sorunuz veya öneriniz var ise bize 0850 532 8218 numaradan ulaşabilirsiniz. Veya isterseniz 0538 543 8011 numaradan kısa mesaj iletebilirsiniz. Manzama el-Duvaliye el-Hücra. إذا كان لديك أي استفسار أو شكوى حول مشاريع المنظمة الدولية للهجرة، يرجى التواصل معنا عبر رقم الاتصال المباشر 0850-532-8218 أو إرسال رسالة نصية إلى الرقم 0538-543-8011. شايفين هذا الخط الساخن يا جماعة الخير؟ أعطانا الرقم مشان موضوع الشكاوي أو ما شابه ذلك. حاليا راح نتصل بالرقم الثاني ونخبركم شلون طريقة التسجيل. بدك تبع الصوت، المجيب الآلي راح يقول لك ما في عندنا مشاريع، تمام؟ أنت لا تابع معليش وسجل لهم صوت. شوفوا معنا. أهلا بكم على الخط الساخن للمنظمة الدولية للهجرة. تعتذر المنظمة الدولية للهجرة عن قبول أي طلبات تسجيل جديدة عن طريق هذا الخط. إن كنت تتصل من هاتاي اضغط الرقم 1، من شانلي أورفا اضغط 2، من غازي عنتان اضغط 3، من أدنى اضغط 4، من مالاتيا اضغط 5، من أديمان اضغط 6، من باتمان اضغط 7. إن كنت تتصل من مدينة أخرى اضغط على الرقم 8. الرجاء ذكر اسم المشروع وتسجيل رسالتك بعد سماع الصافرة. اضغط أي زر بعد الانتهاء من التسجيل. السلام عليكم ورحمة الله. لو سمحتم بدنا نسجل على الدعم الشتوي للمنظمة الدولية للهجرة إذا في مجال. شكرا لكم، الله يعطيكم العافية. تم تسجيل رسالتك وسوف نقوم بالتعامل معها. شايفين يا جماعة الخير هذا يعتبر تسجيل أولي. سجلنا على الدعم الشتوي، يعني مهما يكون 1200 1300 1500 ليرة، لمرة واحدة تعطى أو لمرتين أو ثلاث مرات. سابقا أنا شرحت فيديوهات سابقة عن الطريقة، في ناس خير الله استفادت. ممكن يبعثوا لك رسالة، ممكن يتواصلوك. هذا يعتبر تسجيل أولي أنه بياناتك صارت عندهم. يعني أنا بدي أسجل، يتواصلوا معك شو الدعم اللي بدك إياه، قول لهم أخي أنا بدي أسجل على الدعم الشتوي واسألهم إيش بيعدكم دعم حاليا بدي أسجل عليه، استفسر منهم. يعني هي منظمة معترف فيها، يعني ساعدت ناس خير الله قبل هالمرة بموضوع مساعدة البيت تي أو مثل ما يسمونها الدعم الشتوي. كان المبلغ 1000 ليرة أول العام، العام الماضي صار 1100، هاي السنة الله أعلم 1500 1600 ليرة. يعني مشان الناس تعرف إنه إيش اللي عم يصير. طبعا أنا متواصلين مع أحد الأخوة متواجد في تركيا وسائلينه، وسجلت بياناته الموظفة جدا محترمة حسب ما نقل لي، وحبيت أفيدكم بهذا الأمر. طريقة التسجيل مثل ما شفتوا، سجلنا صوت إنه بدي أسجل على الدعم الشتوي
وهم راح يتواصلون معك خلال أسبوع، ممكن الموظفة تأخذ منك البيانات أو تستفسر منك هل هي. شاركوا هذا الفيديو لكل شخص متواجد على الأراضي التركية، إشكاد شاب ولا عيلة. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. كان معكم أخوكم محمد أبو حمزة، الأثرات الكرام. لا تنسونا من صالح دعاكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.